الفنانة بتولي الحداد بزفافها على المنتج مصطفى الغزولي، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف المنتج الفني واللي أقيم في أحد فنادق القاهرة. ومن أبرز الحضور كان الدكتور أشرف زكي ومحمود عبد المغني وأحمد صلاح حسني وأحمد سمير فرج وياسمين صبري وحجاج عبد العظيم وندى عادل وإيمان العاصي وهبة مجدي، وقام بإحياء الحفل كل من الفنان دياب وهيثم شاكر. وحرصت الفنانة مي عز الدين على حضور حفل زفاف المنتج مصطفى الغزولي على الفنانة بتول الحداد، وده كان الظهور الأول للفنانة مي عز الدين في مناسبة اجتماعية بعد غياب لفترة طويلة. وتألقت الفنانة مي عز الدين بفستان مميز باللون الذهبي، ونشرت الفنانة من خلال حسابها انستجرام فيديو ليها مع العروسين، وكتبت ألف مبروك لصديقي الغالي قوي أجدع صاحب مصطفى الغزولي، ربنا يسعدك ويحفظكم يا رب.